بعد أكثر من 6 أشهر من العدوان الوحشي على قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال التلويح باجتياح مدينة رفح الفلسطينية، ما ينذر بكارثة إنسانية إن وقعت ستتجاوز تبعاتها حدود القطاع. عدوان أعمل خلاله الاحتلال آلته العسكرية قتلاً ودماراً ضد مدنيين عزل لا ناقة لهم في القتال ولا جمل، ما دفع أكثر من 1,000,000 شخص للنزوح إلى الجنوب هرباً من القصف. ومع استمرار العدوان وإسرافه في الوحشية، لجأ السكان إلى الجنوب حيث رفح الفلسطينية التي أصبحت بمثابة الملاذ الأخير لسكان القطاع الذي ليس بعده شيء، فإما وقف الحرب وإما وقوع الكارثة. وبالرغم من تواصل التحذيرات الدولية من مغبة الإقدام على اجتياح المدينة، تواصل حكومة الحرب الإسرائيلية التلميح تارة والتصريح تارة أخرى بأن الاجتياح واقع لا محالة، ضاربة بتلك التحذيرات عرض الحائط ومعتبرة إياها والعدم سواء. وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن جيش الاحتلال ينتظر الضوء الأخضر لبدء عملياته في مدينة رفح الفلسطينية، مشيرة إلى أنها ستتم على مرحلتين تبدأ بإصدار بيانات لإجلاء السكان وإنشاء أماكن نزوح ثم الشروع في العملية البرية، بينما صرحت وسائل أخرى بأن إسرائيل نشرت تعزيزات عسكرية تمهيداً لاجتياح رفح أو بالأحرى وقوع الكارثة. في المقابل يرى البعض أن تلك التصريحات والتلميحات من قبل حكومة الحرب باجتياح رفح خطوة للضغط على الفصائل الفلسطينية للقبول بالشروط الإسرائيلية والإفراج عن المحتجزين، بينما يراها آخرون استمراراً لسياسة الانسحاب للأمام التي يتبعها نتنياهو هرباً من الضغوط الداخلية بعد فشله في تحقيق أي من أهدافه التي أعلن عنها حتى الآن. وبغض النظر عن التفسيرات المتباينة لتلك التصريحات، تبقى الحقيقة المؤكدة أن عملية اجتياح رفح الفلسطينية إن تمت ستكون بمثابة كارثة غير معلومة النتائج، كما أنها ستفضي لمزيد من التصعيد غير مأمون العواقب.